أعزائي طلاب المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي لمدارس اللغات، أحييكم. معكم المستر أحمد محمد النبوي. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنكمل درس الـ Equation of a Straight Line، هنراجع القوانين بتاعته ونكمل الـ Exercise اللي احنا كنا مجهزينه أو محضرين. آخر درس عندنا في الـ Geometry Equation of a Straight Line. طبعا المرة اللي فاتت خدنا Draw the Lines y equal to x plus 1 و y equal 3x minus 2 y equal x، وبعدين بعد ما رسمناهم في الجراف جبنا الاسلوب and intercepted part of y axis. اللاين الاولاني الفيرست لاين طلع لنا في الاسلوب equal to، اسلوب equal to، و ال intercepted part طلع كام؟ طلع 1. سلوب equal to وال intercepted part كان بكام؟ 1. طبعا السلوب هنا سميناه M، وقلنا ال M ب 2 وال intercepted part سميناه C، C equal 1، وقلنا هنا الإيكويشن ممكن نكتبها بالصورة ديت y equal mx plus c. ال M تعريفه إيه؟ الام تعريفه الاسلوب اوف لاين، والسي تعريفها اللي هي الانترسبتد بارت اوف واي اكسس. في السكند لاين جبنا الاسلوب طلع 3 والانترسبتد بارت كان نيجاتيف 2. في الثيرد لاين الاسلوب 1، الاسلوب كان 1 والانترسبتد بارت كان 0 او باسنج ثرو اوريجن بوينت. ماشي كده. وبعدين قلنا بقى القانون الرئيسي في الدرس اللي هو ايه؟ ذا ايكويشن اوف ستريت لاين y equal mx plus c. M is the slope of the straight line with c هي intercepted part واللينث of intercepted part سميناها absolute value c. واحد يقول لي طب هي absolute value ليه؟ لان اللينث لازم يكون positive، اللينث لازم يكون ايه؟ positive، فال absolute value اقل الناتج بالايه؟ بالبص. And the passes through the point 0C. طبعا هنا C هي ال intercepted part of y axis، وعارفين on y axis x equals 0. وبعدين خدنا ال equation of a straight line in the form ax plus by plus c equals 0. وانا لو حبيت هنا ان انا نجيب ال equation دي او الفورم دي بنفس الشكل اللي فات، بنجيب هنا ال y equal negative ax over b minus c over b. يعني زي ما يكون وديت ال ax بالماينس والc بالماينس وعملت divided a ال b. فيبقى هنا السلوب equal negative a over b او negative coefficient x over coefficient y، وال intercepted part of y axis equal negative c over b. ماشي كده. وبعدين خدنا بعض ال special cases. قلنا if the straight line passing through the point 0 0 then the equation y equal mx plus c، لان ال intercepted part equal 0. Second special case the equation of x axis y equal 0، equation of x equal 0. ال special case الرابعة the equation of a straight line parallel to x axis y equal constant، y equal a constant. فلو line passing through point 0 L يبقى then y equal L. Equation of a straight line parallel to y axis x equal constant. فلو x لو line passing through k و 0 يبقى ال x equal ال k. وبعدين خدنا بقى المسائل ديت احنا حلناها مع بعض شوية او اجزاء من المسائل ديت. The straight line was equation y equal to x minus 6 intercepted from y axis a part of length. كنا مجاوبينها المرة اللي فاتت كانت ايه؟ 6. واحد يقول لي ليه ما تنفعش الإجابة نيجاتيف 6؟ لأن اللينس لازم يكون بالايه؟ اللينس لازم يكون بالنيجاتيف بالبوزيتيف، اللينس لازم يكون بالايه؟ بالبوزيتيف. اللي بعديها the straight line was equation y equal to over 3x plus 2 intercepted from y axis a part of length. هنا اللينس equal برضو ايه؟ 2 اللي هي مكان c، بس بالابسولوت فاليو هي بص يبقى التاني زي ما هي بص. انا ستريت لاين واز ايكويشن 5y equal to x plus 10 intercepted apart from y axis of length. الاول هنعمل ديفايد 5
يبقى y equal 2 over 5x plus 10 over 5 يعني 2 يبقى length of intercepted part of yx is equal ايه؟ equal 2. And a straight line was equation 2x minus y plus 4 equals 0 intercepted apart from yx is equal. هنا ممكن نجيب الواي لوحدها تبقى الواي equal 2x plus 4 يبقى اللينس هنا ايه؟ وطبعا انا وديت الواي الناحيه الثانيه بالايه؟ بعكس العلامه يعني بالبلس يتبقى ناحيه الشمال 2x plus 4. السؤال اللي بعديه equation of a straight line with a slope 5 and the intercepted positive part of y axis equal 7 كانت is y equal the slope 5 يعني m equal 5 والintercepted part of 7 يبقى y equal 5x plus 7. طبعا بنحل الاسئله دي بسرعه شويه لان احنا حليناها المره اللي فاتت بس بنراجع عليها عشان نفتكر الشرح اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. The equation of a straight line with a slope 2 and the passes through the origin point يبقى الـ m of 2 والـ c of 0 الـ m of 2 والـ c equal 0 يبقى الـ y equal 2x اللي هي الإجابة نمبر c. السؤال اللي بعده find the equation of a straight line if its slope 2 and the intercepted part from y-axis 7 units برضو هنا برضو كنا حللناها المرة اللي فاتت m اللي هي السلوب equal to و intercepted from the positive part of y-axis 7 يبقى c equal positive 7 the equation of line y equal mx plus c يبقى then y equal 2x plus a 7 ده طبعا الريكوايرد او المطلوب في المسألة. السؤال اللي بعديه مهم قوي ونفتكر طريقة حله بالراحة كده. Find the equation of the straight line which passes through the point 2 and the negative 1 and its slope equal 2. هنا في السؤال ده احنا قلنا المرة اللي فاتت هو مش عاطينا هنا الانترسبتد بارت صريحة لكن عاطيني الام اللي هي السلوب. هنا m equal ايه 2. طب هنعمل ايه بقى؟ هنكتب الايكويشن الاول y equal mx plus c. الm given ب 2 يبقى y equal 2x plus c. ازاي نجيب ال c هنا في السؤال ده؟ by substituting of the point 2 and the negative 1 on the straight line. ليه؟ Because the point lie on the line, then the point satisfy the equation of the line. What x equal to? X equal to 2 multiply 2 equal 4. Put y equal negative 1. Then c equal negative 1 minus 4 equal negative 5. طبعا هنودي ال 4 الناحية الثانية بالماينس أو بالنيجاتيف تبقى minus 1 minus 4 تبقى minus 5 أو negative 5. يبقى زين y equal 2x minus 5. برضو الفكرة دي كنا حليناها المرة اللي فاتت. سؤال تاني find the equation of a straight line passing through the point negative 2 and 3 and perpendicular to the straight line was equation y equal half x minus 5. هنا السؤال ده مهم قوي ليه؟ لأن احنا في عندنا two lines given line و required line ده احنا بنسميه given line. given line هنا ال m بتاعته ممكن نسميها m1 equal half x. ال two lines perpendicular هنقول له essence l1 perpendicular to l2 يبقى زين m2 equal ايه القانون بتاعها؟ negative 1 over m1 يبقى negative 1 over half equals ايه؟ negative 2. ال m2 ده بنسميه required slope وال m1 بنسميه given slope ده الجيفن اللي هو بتاع given line required line السلوب بتاعه negative 2.
يبقى الايكويشن اللي انا عايز ابقى y equal m2x plus c. يبقى then y equal negative 2x plus c. بعد كده ازاي نجيب ال c؟ عندنا في given point اللي هي negative 2 و 3. negative 2 و 3 substitute x او put x equal negative 2 and y equal 3. يبقى ال y هنحطها ب 3 وال y ب negative 2. negative 2 multiply negative 2 4 plus c equal 3. يبقى then c equal minus 4 equal any y equal negative 2x minus a 1. ودي الـ equation of the line. حل النمبر اللي فاتت. find the equation of the two points 2 and negative 1 and 1. هنجيب اول اسلوب اللي هو الام. في عندنا قانونين للام. القانونين اللي هم ايه؟ y2 minus y1 over x2 minus x1 او tan theta where theta is the angle between the line and the positive direction of x-axis. y equal a 1 minus negative 1 over 1 minus 2. يبقى 2 over negative 1 equals negative 2. يبقى y equal mx plus c. يبقى y equal negative 2x plus c. انا بقى ازاي نجيب ال c؟ في عندي 2 given points اللي هم 2 negative 1 من الاثنين. يعني مثلا السهل عندي 1 and 1 put x equal 1 and y equal 1 negative 2 plus c. يبقى c equal 1 plus 2 equal 3. يبقى then y equal negative 2x plus 3. كده بالتالي احنا وصلنا لاخر حاجه كنا حليناها المره اللي فاتت. رجعناهم كويس. نيجي بقى لبعض الاسئله الجديده. اول سؤال بيقول لي find the equation of the line which passes through the two points 4 and 2 negative 2 and negative 1 then prove that it is passing through the origin point. اول حاجه هنجيبها هنجيب السلوب اوف ذا لاين. يقول لك كلنا هنجيب السلوب اوف ذا لاين اللي هو الام. القانون بتاعه m2 minus m1 y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 minus y1 over x2 minus x1. يوسف زارت جاب الاسلوب half مريم فيكتور half. في سؤال مريم فيكتور بعتها حاضر هجابه لك دلوقتي اكتبه ونجاوبه. بس الاول نخلص السؤال ده. احمد عبد العزيز هاف. برافو احمد. بقى نكمل السؤال. كل الناس جابت الاسلوب ايكوال ايه؟ هاف ام ايكوال نيجاتيف 1 ماينس 2 اوفر نيجاتيف 2 ماينس 4. يبقى نيجاتيف 3 اوفر نيجاتيف 6 ايكوال هاف. بعد كده الايكويشن اوف ذا لاين واي ايكوال ام اكس بلس سي. يبقى الام ايكوال هاف اكس. الام هنحط مكانها هاف. السي هنجيبها ازاي؟ عندي 2 given points 4 and 2 ونيجاتيف 2 and نيجاتيف 1. ممكن نستخدم اي واحده من الاثنين. واحد بيقول لي مثلا نستخدم الاولى 4 و 2 put x equal 4 and y equal 2. هاف multiply 4 equal 2. يبقى 2 equal 2 plus c. يبقى then c equal ايه؟ 0. y equal half x. دي طبعا الايكويشن اوف ذا لاين. بيقول لي بروف ذات ذا لاين باسنج ثرو اوريجن. احنا لسه قايلين من شويه if the line passing through origin يبقى then c equal 0 and vice versa. يعني ايه vice versa؟ والعكس صحيح. هنقول له since ان c equal 0 then the line passes through origin. Then the A line passes through origin. Uh,
واضحة. نكمل كده يلا. السؤال اللي بعده بيقول لي find the equation of the line passing through the point 3 and negative 5 and is parallel to the straight line x plus 2y minus 7 equals 0. هنا two lines in given line و required line are parallel. But then their slopes are equal. فلو انا عرفت السلوب بتاع given line يبقى كده عرفت السلوب بتاع required line على طول. حد كده يجيبهم لنا الاسلوب بتاع الفيرست لاين او الجيفن والريكوارد. اقول له سينس ال1 بارل 2 ال2 زين ام1 ايكوال ايه؟ ام2 اي حد يجيبها كده يلا اهي واضحه. القانون اللي هنستخدمه هنا مباشره كده نيجاتيف كوفيشنت اكس يعني نيجاتيف 1 اوفر كوفيشنت واي يعني 2 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 2. I sense ان L1 parallel to L2 يبقى زين M1 equal M2 coefficient X over coefficient Y يبقى زين Y equal MX plus C يبقى Y equal negative half X plus C. احنا عندنا هنا given point واحدة اللي هي C و negative 5 يبقى put X equal 3 Y equal negative 5 negative half multiply C by negative 3 over 2 plus C يبقى زين C equal negative 5 plus 3 over 2 يبقى negative 7 over 2 يبقى زين y equal negative half x minus 7 over 2. يا ريت نكون بنكتب كده بنحل كتابة عشان نستفيد اكتر يعني. السؤال اللي بعده find the equation of a straight line which intercepts intercepts from the positive parts of coordinate axes x and y axis two parts of length 4 and 9 length unit respectively. هنا طبعا هو عطيني ال intercepted part of x axis ب 4 عشان كلمة respectively يبقى ال x axis هي ال 4 وال y axis هي ال 9 يبقى passing through point 4 و 0 0.9. طبعا احنا عارفين قبل كده ان any point on x axis it's x it's y coordinate equal 0 يعني اي نقطة على ال x axis ال coordinate of y equal 0 and any point on y axis it's coordinates equal 0. بعد كده نجيب ال m تبقى 9 minus 0 over 0 minus 4 تبقى negative 9 over 4. وهنا C أصلا تعتبر given هي الـ A الـ intercepted part of y axis equal 9. عدوا لنا كده الـ equation بسرعة كده يلا اكتبوا الـ equation. عندنا جبنا الـ M وجبنا الـ C. ماشي سلمى لسه داخلة من خمس دقايق أو من دقيقتين كده. بص يا سلمى انت حضرت معايا الشرح الحصه اللي فاتت اللي هو الايكويشن اوف ستريت لاين فاحنا بنحل اكسرسايزز عليه بنحل تدريبات عليه. ماشي يا سلمى. مفيش حد كتب الايكويشن اوف لاين. احنا جبنا الاسلوب والانترسبتد بارت المفروض نكتب الايكويشن على طول. يلا مريم مريم فيكتور يلا مريم فيكتور برافو. كتبت كده y equal negative 9 over 4 x plus 9. انا هدور تاني كده عشان سلمى لسه داخله وبيقول لي find the equation of a straight line which intercepted from the positive part of coordinate axis x and y axis two parts of lenses 4 and 9. يبقى هو cut from x axis 4 وcut from y axis 9. يبقى السلوب اللي هو m so 9 minus 0 equal 9 over 0 minus 4 negative 4
وهنا C equal 9 عشان intercept part of y axis equal 9. يبقى y equal negative 9 over 4x plus 9 زي مريم ما كتبتها بالظبط. برافو عليك يا مريم. السؤال اللي بعدها سؤال حلو خالص لان في 3 requires. في ثلاث مطلوبات حلوين خالص. بيقول لي the opposite table represent a linear relation. Find the equation of a straight line. Find the length of intercepted part of y axis. Find the value of a. طيب نبص للتيبل او الجدول عندنا هنلاقي فيه 2 points given 1 and 1 اهي و 2 and 3 اهي. 2 given points 1 and 1 و 2 and 3. من هنا ممكن نعرف الام بالسهوله اللي هو السلوب 3 minus 1 over 2 minus 1 equals 2. وبعدين يبقى y equal 2x plus c. وبعدين عشان نجيب السي هنعمل substitute يا اما 1 1 يا اما 2 3. فهنقول مثلا using 1 and 1 put x equal 1 and y equal 1 يبقى 1 equal 2 plus c. يبقى زين C equal 1 minus 2. يبقى انا عندي هنا الايكويشن هتبقى Y equal 2X minus 1. كده انا جبت first required اللي هو الايكويشن of a straight line اللي slope 2 والانترسبتد بارت negative 1. Second required عايز ال length of intercepted part. ال length of intercepted part. بسرعة كده نجيب ال length of intercepted part. يلا ثانية كده. مريم فيكتور 1 والأحمد عبد العزيز 1. برافو. احنا كنا كتبنا أو وصلنا إن ال y equal 2x minus 1. ال length of intercepted part can be the absolute value of C يعني absolute value of negative 1 equal 1. فاضل لنا third required find the value of A. ال A هنا هي من Y بس ال corresponding X بتاعتها put x equal 3 in the equation y equal 1 هنحط ال x بايه ال y بايه. يبقى ال a equal 2 multiply 3 minus 1 equals a 5. سهل قوي. يعني هنعمل substitute مكان ال x equal 3 والمكان ال y نحط ال a. يبقى الـ A equal 2 multiply 3 6 minus 1 5. السؤال اللي بعده the area of triangle in square unit which is bounded by the straight line 3x minus 4y equal 12 and x equal 0 and y equal 0 equal. هنا عشان نرسم الرسمة ديت هنعمل حاجة. هو مريم فيكتور سألنا عليها في السؤال كده هنحللها دلوقتي آخر الحصة كده. بس لو أنت فهمتي ده هتفهمي السؤال بتاعك بسرعة يعني. عشان تجيب الـ area of triangle bounded by straight line and x axis and y axis لازم نجيب الـ intercepted part of x and y. الـ equation x equal 0 هي الـ y axis. احنا قلنا في أول الحصة x equal 0 هي الـ y axis نفسها. y equal 0 هي الـ x axis نفسها. يبقى فاضل اللاين ده ازاي هنرسمه بقى؟ عشان نجيب الانترسبتد بارت اوف اكس اكسس او واي اكسس نحط الاكس بزيرو يطلع لي الواي نحط الواي بزيرو يطلع لي الاكس. فلو حطينا واي ايكوال زيرو يبقى 3 اكس ايكوال 12 يبقى الاكس بفوق. طيب
عشان نجيب ال y هنحط ال x ب 0، حط ال x ب 0 يبقى ال negative 4y equal 12، يبقى ال y ب negative 3. ادي ال straight line اللي هو عايزه، وادي ال x axis زي وادي ال y axis زي. فين ال triangle بقى؟ هنا ال length of intercepted part of x axis equal 4 وال length of intercepted part of y axis equal 3. واحد يقول لي يا مستر ده انت كاتب هنا negative 3، ازاي خليتها 3؟ ما هو ال length بنعمل له absolute value، يبقى ال length هيساوي كام؟ 3. عايزين بقى ال area of triangle bounded by straight line and x axis and y axis. هتطلع كام؟ 6 ولا 7 ولا 12 ولا نيجاتيف 6؟ شوف الاجابات كده بسرعه. طب في كذا حد عايز يعيد القوانين تاني عشان لسه داخلين. طب حاضر هنرجع القوانين تاني. سلمى عايزه تعيد القوانين. احمد عبد العزيز ومريم فيكتور جابوا الاريا اوف تريانجل طلعت 6 يونت اريا. بص يا جماعه، الناس اللي حضرت معايا الحصه اللي فاتت احنا قلنا القوانين ديت. ايه القوانين ديت؟ equation of a straight line y equal mx plus c، وكنا رسمين ايه الجراف بتاع ال 3 lines دولت، ومنهم استنتجنا وعرفنا ال equation of line equal y equal mx plus c. تعريف ال m ايه هو؟ slope of a straight line. واحد يقول لي طب انا هجيب السلوب ازاي؟ يا اما هو يدولك صريح في السؤال، يا اما يبقى القوانين اللي عندك y2 minus y1 over x2 minus x1 او tan ثيتا، والثيتا هي الانجل بتوين اللاين والبوست اوف دايركشن اوف اكس اكسس. طب ايه هو تعريف السي؟ تعريف السي هي الانترسبتد بارت اوف y اكسس، واللينس اوف انترسبتد بارت هو ابسولوت فاليو سي. طبعا احنا هنا كلمه لينس لازم يكون بوستيف، والسي لما شرحنا في المره اللي فاتت لقينا ساعات بيطلع بوزيتيف وساعات نيجاتيف وساعات زيرو، فاللينس لازما كده كده يطلع بوزيتيف. اند باث ثرو ذا بوينت زيرو اند سي اللي هي البوينت اللي موجوده على الايه؟ على الواي اكسس اللي بتمثل فيها السي الانترسبتد بارت. فده القانون الرئيسي بتاع الدرس او القانون الاساسي. واي ايكوال ايه؟ ام اكس بلس سي، والام هي الاسلوب والسي هي الانترسبتد بارت اوف واي اكسس. في طبعا سبيشال كيسز ممكن الايكويشن اوف لاين تتكتب على الفورم دي كده، اللي هو اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال زيرو، ومنها هيبقى الاسلوب ايكوال نيجاتيف كوفيشنت اكس اوفر كوفيشنت واي. وشرحنا برضو في اول حصه النهارده ازاي ممكن يكون كده. هنودي الاي اكس الناحيه الثانيه بالماينس والسي بالماينس ونعمل ديفايدد البي، يبقى النيجاتيف اي اوفر بي اللي هي نيجاتيف كوفيشنت اكس اوفر كوفيشنت واي، والانترسبتد نيجاتيف سي اوفر اي، واللينس هيبقى الابسولوت فاليو بتاعه. في عندنا سبيشال كيسز واي ايكوال ام اكس السي بزيرو، يبقى هو اكيد باسنج ثرو الاوريجن. الايكويشن اوف اكس اكسس واي ايكوال زيرو، الايكويشن اوف واي اكسس اكس ايكوال زيرو، الايكويشن اوف اني لاين بارل تو اكس اكسس واي ايكوال كونستنت، الايكويشن اوف لاين باسنج ثرو بارل تو واي اكسس اكس ايكوال كونستنت. دي القوانين في الدرس كلها بالسبيشال كيسز بتاعتها، يا ريت تكونوا صورتوها او كتبتوها يعني. السؤال ده مشابه شويه لسؤال كانت مريم سألها المره اللي فاتت. بيقول لي ايه؟ if the two straight lines 3x minus 4y minus 3 equals 0 and ky plus 4x minus 8 equals 0 are perpendicular find k. فانا هنجيب الكيس ازاي؟ هنستخدم قانونين، القانون الاولاني قانون الاسلوب، والقانون الثاني اللي هو البربنديكولار. ام 1 من هنا هتساوي ايه؟ نيجاتيف كوفيشنت اكس اوفر كوفيشنت واي، يعني 3 اوفر 4. ام 2 بنفس القانون نيجاتيف كوفيشنت اكس، يعني نيجاتيف 4 اوفر كوفيشنت واي اللي هي كي. التو لاينز هنا ايه؟ بربنديكولار، يبقى ام 1 ملتبلاي ام 2 ايكوال نيجاتيف 1.
يبقى 3 over 4 multiply negative 4 over k equal negative 1. طبعا النيجاتيف هتتكنسل مع النيجاتيف، والفور مع الفور يبقى الكي ب 3. سؤال تاني حلو قوي، بيقول لي find the equation of the line passing through the point 2 and negative 2 and perpendicular to the straight line which makes an angle of measured 45 with the positive direction of x axis. طبعا هنا السؤال ده هو يمكن الوحيد اللي فيه الايه، عطينا الانجل بتوين اللاين والبوستيف دايركشن اوف اكس اكسس اللي هو 45. وبعدين هنا في عندنا حاجه مهمه، ان اللاين اللي انا عايزه بربنديكولار تو ذا جيفن لاين، فهنجيب ام 1 اللي هي بتاعت الجيفن لاين 1045. طبعا 1045 دي سبيشال انجل علينا، والتم بتاعتها 1، ده احنا بنسميه الجيفن لاين او الفيرست لاين. السكند لاين او الريكوايرد الاسلوب بتاعه كام؟ نيجاتيف 1 اوفر ام 1 يبقى ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 1 ايكوال ايه؟ طبعا هنا ممكن نقول سنس ان ال 1 بربنديكولار تو ال 2، يبقى السلوب اوف سكند لاين ايكوال نيجاتيف 1، يبقى زين واي ايكوال، بص بقى معايا سلمى، واي ايكوال ام اكس بلس سي، ده القانون الاساسي في الدرس اللي هو يوزنج سلوب اند انترسبتد بارت. الام هنا احنا جبناها اللي هي ام 2 نيجاتيف 1، يبقى واي ايكوال نيجاتيف اكس بلس سي. السي هنا الانترسبتد بارت بنجيبه ازاي؟ باي سبستيتيوتنج بوت اكس ايكوال 2 اند واي ايكوال نيجاتيف 2، يبقى الواي بنيجاتيف 2 والاكس ب 2 هتبقى نيجاتيف وجنبيها 2 بلس سي، يبقى اكيد هنا السي ايكوال كام؟ زيرو، يبقى الواي ايكوال نيجاتيف اكس بس كده. يا ريت تكونوا فهمتوا شويه، كان في ناس كتيره متاخره مش فاهمه قوي. طب يلا سالم قول سلوب اوف ستريت لاين ووز ايكويشن واي ايكوال 5 ماينس 3 اكس، عايزين السلوب هنا يساوي كام؟ 5 ولا نيجاتيف 3 ولا 5 اوفر 3 ولا 3 اوفر 5؟ واي ايكوال 5 ماينس 3 اكس. احمد عبد العزيز جاب الاجابه اسلوب نيجاتيف 3، مريم فيكتور نيجاتيف 3. نشوف تاني كده. اسلوب اوف ستريت لاين ووز ايكويشن واي ايكوال 5 ماينس 3 اكس. اسلوب اوف ستريت لاين ووز ايكويشن واي ايكوال 5 ماينس 3 اكس. هنا الاسلوب بيكون ال coefficient of x ازاي بقى؟ لو انا رتبتها y equal negative 3x plus 5 يبقى هنا الاسلوب ايه؟ negative 3 وال intercepted part equal 5. اللي بعديها سلوب اوف ستريت لاين ووز ايكويشن 2x ماينس 3y بلس 5 ايكوال 0.
slope of a straight line was equation 2x minus 3y plus 5 equals 0. بيكون هنا السلوب equal negative coefficient x over coefficient y. نشوف الإجابات بسرعة. ماشي سلمى جاوبت اللي قبليها صح، برافو. يوسف زارت نمبر بي. سلمى نيجاتيف 2 اوفر 3. تعال نشوف السؤال تاني. بص سلمى، هي القانون هنا يا سلمى نيجاتيف كوفيشنت اكس اوفر كوفيشنت واي. negative coefficient x over coefficient y يعني ايه؟ بناخد ال coefficient of x اللي هو 2 يبقى بالنيجاتيف over coefficient y زي ما هو يبقى 2 over 3. او ممكن تعملي حركه سهله قوي، هي تخلي ال y in one side يعني في الناحيه الواحده يبقى 2x plus 5 equal 3y، وبعدين تعملي divided 3 يبقى ال y equal 2 over 3 x plus 5 over 3. يبقى هنا الاسلوب هيساوي كام؟ 2 over 3. ماشي كده. اللي بعدها slope of the line 2y equal 6x plus 1. خلي بالك بقى سلمى هنا ال y هنا جنبيها 2، يبقى لازم نعمل الاول divided كام؟ ونشوف الاسلوب. يلا برافو، في ناس كتير حلينا حلوة. السؤال اللي بعديه في بعض الناس مجاوبها مريم فيكتور ومريم محمد الاثنين بسري، احمد عبد العزيز بسري، برافو عليك. طبعا هنا عملنا divided 2 فيبقى ال y equal 6 over 2 يعني 3 x plus half، يبقى الاسلوب equal ايه؟ 3. يجي بقى السؤال اللي بعدها، سؤال جميل جدا، بيقول لي the slope of a straight line which perpendicular to the straight line 2x plus 3y equals 1. هنجيب الأول m1 وبعدين منه نجيب m2. m1 هو الـ slope of the given line، طبعا هو عايز الـ perpendicular عليه. في عندي طريقتين، الطريقة الأولانية negative coefficient x over coefficient y. يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3، وما نستعجلش يعني ما حدش يختار نمبر بي. ليه؟ لان هو مش عايز الاسلوب بتاع اللاين، هو عايز البربنديكولار عليه. يلا نفكر كده نشوف البربنديكولار. A 2 اوفر 3، B نيجاتيف 2 اوفر 3، C 3 اوفر 2، D نيجاتيف 3 اوفر 2. عايزين البربنديكولار. البربنديكولار قلنا هنا الاسلوب ايكوال نيجاتيف 2 اوفر 3، يبقى البربنديكولار 3 اوفر 2. أنا M1 نيجاتيف 2 over 3، يبقى زين M2 equal 3 over 2. ماشي كده. السؤال اللي بعده، if the two straight lines x plus y equal 5 و kx plus 2y equals 8 are both parallel then k equal. هنجيب الاسلوب بتاع الفيرست لاين والاسلوب اوف سكند لاين ونعملهم ايكوال عشان هما الاثنين ايه؟ بارلل.
بام 1 equal negative 1 over 1 يعني equal negative 1 و ام 2 equal negative k over 2. يلا نعملهم equal كده. لا negative k over 2 equal negative 1. سهل أوي. يبقى كي هتكون بكام؟ طبعا كده بقى خلصنا الاكسرسايز بتاع اللاست ليسون ان جيومتري، اخر درس في الجيومتري. احيي طلابي بمناسبه انتهاء الترم الاولاني، وان شاء الله الحصه الجايه هنعمل ريفيجن على الجيومتري قبل اجازه نص السنه، واشكرهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.